بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث الأول من باب ما يفصل به بين دعوى المحق المبطل في امر الامامه وقد ذكرنا شطرا من هذا الحديث في الحلقه الماضيه وكان ذلك اذ فارق طلحه والزبير امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام وذهب الى البصره واصطحب عائشه وجيش الجيوش فأرسل رجلا باسم خداش إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لكي يصرفاه عما كان يفعله بالنسبة إليهما وقد ذكر مجموعة من الحجج وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نقض هذه الحجج وفي هذه الحلقة نذكر بعضا من هذه الحجج ونقضها. أما قبل ذلك فقد ذكرنا أن طلحة والزبير أوحيا إلى خداش أمورا لكي يكون بينه وبين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حاجزا نفسيا. لكي لا يتاثر بكلام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، فاستعمل مجموعه من الامور النفسيه، ومن جمله تلك الامور ان امر خداش ان يقرا ايه السخره، لكن كما ذكرنا في الحلقه الماضيه ان هذه الايه هي كلام الله. وتاثيرها تاثير واقعي فلذلك حينما قراها وهو كان رجلا غير معاند وانما كان مخدوعا فلذا هذه الايه التي اراداها ان تكون حاجزا نفسيا بين خداش وبين الاهتداء بكلام امير المؤمنين والتأثر بكلامه هذه الآية بالعكس أثرت في قلبه وسببت أن يهديه الله سبحانه وتعالى بكلام أمير المؤمنين عليه السلام. هنا في البداية قبل ما نبدأ باحتجاج أمير المؤمنين ونقضه حججهم نذكر أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لخداش قال فأن شدك بالله الذي هو أقرب إليك من نفسك الحائل بينك, بينك وبين قلبك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أتقدم إليك الزبير بما عرضت عليك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لخداش: أقسم عليك بالله، ثم ضمن كلامه ثلاث آيات من صفات التي تبين صفات الله سبحانه وتعالى، من جملتها الآية السادسة عشرة في سورة قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. والايه الثانيه في سوره الانفال حيث قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه، يعني أحيانا الإنسان يقرر شيئا بقلبه لكن لا يتمكن من تنفيذ ذلك القرار، لأن الله سبحانه وتعالى حال بين قلب هذا الإنسان وبين عمله. والآية الثالثة في سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني النظر بالعين إلى ما لا ينبغي، وذلك خيانتها حيث نظرت اختلاسا إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك النيات والأفكار التي لا يمكن للإنسان الجهر بها، الله سبحانه وتعالى يعلمها، يعني الإنسان إذا حرك عينه بما لا ينبغي أو نوى أو خطر في قلبه ما لا ينبغي الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأمير المؤمنين ضمن هذه الآيات في كلامه هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى وأقسم بالله الذي له هذه الصفات لكي يكون خداش صادقا فأنشدك بالله يعني أقسم عليك بالله الذي هو اقرب اليك من نفسك والحائل بينك وبين قلبك الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اتقدم اليك الزبير بما عرضت عليك يعني الامام عليه السلام عرض على خداش قال بل تطعم وتشرب وتحل ثيابك وتدهن ثم تؤدي رسالتك الزبير كان قد حذر خداش من هذه الامور لكي يكون بينه وبين امير المؤمنين حاجزا نفسيا فهو عندما رفض الامام قال له اقسمك بالله هل ان الزبير قد ذكر اليك اني ساعرض عليك هذه الامور من باب ضيافتك قال اللهم نعم يعني هنا حيث حلفه امير المؤمنين واقسم بالله عليه، خداش لانه كان انسان طيب لكنه كان مخدوعا، لذلك صدق كلام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، وهذا الطريق هذه الطريقه اللي اتخذها الامام مع خداش طريق لهدايته، يعني اولئك جعلوا حاجزا نفسيا بينه وبين امير المؤمنين. أمير المؤمنين أراد أن يكسر هذا الحاجز حتى خداش بعقله وبفطرته يستمع إلى كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. زين، عندما صدقه أمير المؤمنين استعمل الأسلوب النفسي الثاني وبيان حقيقة من الحقائق. قال يعني أمير المؤمنين لو كتمت بعد ما سألتك ما ارتد إليك طرفك الإمام يقول له الآن أنا راح أسألك أسئلة إذا سألتك ما تكتمني شيء وإنما تبين ما هو الحق الذي تعلمه ولو كذبت في كلامك فإني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يميتك قال لو كتمت بعد ما سالتك يعني سالتك بالله سبحانه وتعالى ما ارتد اليك طرفك ارتداد الطرف معناه ان الانسان يحرك عينه يمنه ويسره يمنه ويسره هذا ارتداد الطرف في قضيه سليمان في سوره النمل العفريت من الجن ماذا قال قال: انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني انت تنظر الى مكان ثم طرفك نظرك ينتقل الى مكان اخر، ثم يرجع الى المكان الذي كنت تراه. هذا معنى لارتداد الطرف، والمعنى الاخر تحريك الجفون. الانسان باستمرار يحرك الجفون هو حركة طبيعية باعتبار أن العيون تحتاج إلى ترطيب مستمر فحركة الجفون هي التي ترطب العين زي. الإنسان الحي هو يحرك طرفه لكن الإنسان الميت لا يحرك طرفه فهذا كناية عن الدعاء عليه بالموت مرتد إليك طرفك فأنشدك الله هل علمك كلاما تقوله إذا لقيتني إذا أتيتني علمك فشي إذا جيت عندي تقول هذا الكلام قال اللهم نعم قال علي عليه السلام آية السخرة أمس في الحلقة الماضية تلونا هذه الآية في سورة الأعراف من آية 54 إلى آية 56 هي ثلاث آيات لكن عرفت باسم آية السخرة. "إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين" وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسَنِينَ هما قال لخداش ليتلو هذه الآية كان مقصودهم أنه هذه الآية وبهذه الكيفية توجب حاجز بينه وبين أمير المؤمنين قال نعم إيه؟ قال فقرأها يلا قالوا لك تقرأ هذه الآية اقرأها فقرأها وجعل علي عليه السلام يكررها ويرددها التكرار والترديد هو بمعنى واحد يعني مو مرة واحدة مرة ثانية مرة ثالثة رابعة ويفتح عليه اذا اخطأ اذا في مكان اخطأ في قراءة الآية امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يفتح عليه يعني يصحح عليه حتى حتى إذا قرأها سبعين مرة أمير المؤمنين قرأ هذه الآية وجعل خداش يردد هذه الآية معه سبعين مرة شنو هو الغرض؟ لعل الغرض أن هذه الآيات المباركات آية السخرة تؤثر تأثيرها الواقعي في قلب خداش لأن الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الرجل كان مخدوعا ما كان معاندا لذا الله سبحانه وتعالى بسبب القرآن هداه وكان لعل هذا كان غرضا من أغراض امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تكرار هذه الآية حتى إذا قرأها سبعين مرة قال الرجل ما يرى أمير المؤمنين أمره بترددها سبعين مرة، شنو هو السبب اللي خلاك تكرر هذه الآية سبعين مرة استفهام للتعجب. أمير المؤمنين أجابه بجواب أيضا استفهامي، يعني استفهام يتضمن جوابا، ثم قال له: أتجد قلبك اطمئن يعني الغرض كان هو اطمئنان قلبك لانه الا بذكر الله تطمئن القلوب في الحديث الشريف اذا التبست عليكم الشبه كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران اي وقت اذا شفت انه في قلبك صارت شبهه او استمعت إلى شبهة تشعر أنه هذه الشبهة بدأت تؤثر بك. روح اقرأ القرآن. قراءة بتمعن وتفهم. القرآن يؤثر أثره الواقعي في إبعاد وساوس الشيطان. في إبعاد الشبهات. في اطمئنان القلب لكي لا يضطرب. ثم قال: أتجد قلبك اطمئن؟ قال اي والذي نفسي بيده بيده زيان الى هنا المقدمات بعد ذلك يبدا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بنقض الحجج التي احتج بها واحده بعد اخرى قال فما قال لك فاخبره الكلام الذي قالاه له وقد قرانا الكلام في الحلقه الماضيه والان في بمناسبه ذكر جواب كل شبهه نذكر تلك الشبهه او ذلك الاشكال والاحتجاج بشكل مختصر ثم نقض امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ودحضه لتلك الحجج فاخبره فقال: قل لهما كفى بمنطقكما حجه عليكما ولكن الله لا يهدي القوم الظالمين استدلالكم حجه عليكم، لان الانسان المحق استدلال وحجته تامه، برهان. هو نفس الاستدلال ونفس الحجه يكون دليل على صدقه. اما الانسان المبطل هو يدعي باطلا فحججه تكون حجج داحظة يعني عندما تستمع الى الحجه اذا تعمل عقلك ترى ان نفس الحجه دليل على بطلان كلامه، لانه يستدل بباطل لاثبات باطل. ما يستدل بحق يستدل بباطل لاثبات باطل، وحتى اذا استدل بالقران أو استدل بالسنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله نفس القرآن ونفس السنة الصحيحة تكون دليل على بطلان الدعاء لأن القرآن حق فلا يكون دليلا على باطل الخوارج حينما خرجوا على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام شنو كان شعارهم ضد أمير المؤمنين؟ آية من القرآن أمير المؤمنين ماذا قال؟ كلمة حق يراد بها باطل نفس هذه الآية هي الدليل على بطلان كلامهم، هم يستدلون بها لكن إذا امعنت النظر وتدبرت لوجدت أن هذه الآية إن الحكم إلا لله هي الدليل على بطلان ما يقولوا يقول يقولونه يقولونه كذلك ها هنا ما استدل به أهل الجمل طلحة والزبير هو نفسه يدل على بطلان ادعائهم كفى بمنطقكما حجة عليكما ولكن الله لا يهدي القوم الظالمين إذا واحد ظالم الله سبحانه وتعالى لا يهديه واحد معاند الله لا يهديه لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من كان قابلا للهداية أما إذا واحد معاند فما إلى قابلية للهداية إن الله لا يهدي القوم الظالمين نجي إلى الحجة الأولى التي احتج بها أنهما أخواه في النسب الزبير ابن عمة أمير المؤمنين لأن أم الزبير هي صفية شقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله أخت الرسول من عبد المطلب فالزبير ابن عمة أمير المؤمنين. وأيضا العوام العوام الزبير ابن العوام العوام هو ابن عم خديجة بنت خويلد يعني الارتباط النسبي قريب هذا بالنسبة إلى الزبير أما بالنسبة إلى طلحة هو من بني تيم شوية النسب أبعد لكن بني تيم من قريش وبنو هاشم أيضا من قريش الحجة الأولى أنهما أخواه في النسب الحجة الثانية أنهما أخواه في الدين زعمتما أنكما أخواي في الدين وابن عمي في النسب لا بأس فأن فأما النسب فلا أنكره، لا صحيح أنت ابن أنت الزبير ابن عمي لأن الزبير أيضا من قريش، وأضف إلى أنه ابن عمه ابن عمته، فلا أنكر النسب، أنت هم طلحة ابن عمي باعتبار أننا من قريش، أنا ما أنكر النسب، لكن وإن كان النسب مقطوعا إلا ما وصله الله بالإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. في سورة أخرى الله سبحانه وتعالى يقول في التوبة وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه نعم الاسلام لا ينهى عن صله الكفار اذا لم يظهروا عداوه لله ولا لرسوله يقول في سوره الممتحنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انت اخوي بالنسب ايه لكن اذا خالفت امر الله سبحانه وتعالى بعد هنا الاخوه ما لها معنى انت بغيت والباغي الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله وهما قد بغيا الأمر النسبي وصلة الرحم هذا مطلوب بشرط أن لا يكون عدوا لله ولا لرسوله وبعدين لازم لا يكون على مصالح المسلمين يعني واحد صار حاكم باعتبار صلة الرحم يجيب إخوانه وعشيرته وكذا يطيهم كل المناصب على حساب مصلحة المسلمين يطيهم المناصب وهذا ما يصير أنت تصير حاكم لازم تلاحظ مصلحة المسلمين حتى أخوك إذا ليس له الصلاحية لتبوء منصب ما لك حق تخليه في منصب لأن هذه مو امر مرتبط بك هذا امر يرتبط بالمسلمين اذا انت عندك تجاره شخصيه اشرك اخاك في التجاره الشخصيه مو مشكله عندك بيت ملكك اشرك اخاك في هذا البيت اما اذا هذا من بيت مال المسلمين ما لك حق تميز اخاك على غيره لذا حينما امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وزع بيت المال على المسلمين العابد ثلاث دراهم يعطي له طلحه والزبير ثلاث دراهم اعترض ليش احنا ثلاث دراهم ولعبت ثلاث دراهم العدل في الاسلام هو هذا هذا بيت المال لكل المسلمين انت من قريش من ساداتهم انت لك سبق في الاسلام هذه فضائل ان التزمت بلوازمها وامنت بالله واليوم الاخر وعملت صالحا الله سبحانه وتعالى يجازيك عليها اما هذا ما يجعل حقك أكثر من حقوق سائر المسلمين. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأما النسب فلا أنكره. وإن كان النسب مقطوعا إلا ما وصله الله بالإسلام. الحجة الثانية شنو كانت؟ أنهما أخواه في الدين. انتم تدعون الاخوه في الدين يعني تدعون انتم متدينين. اذا انتم متدينون المتدين المؤمن لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى. اذا انت متدين لماذا نكثت البيعه؟ قد بايعت وقد نكثت. لماذا خالفت كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم واولي الامر منكم. فس على جميع المعاني امير المؤمنين كان من اولي الامر كان وليا للامر. فانت تنظر الى النظره الشيعيه الى هذه الايه التفسير الذي فسره أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهو التفسير الصحيح بأن أولي الأمر هم الأئمة من أهل البيت أو حتى إذا فسرتها بتفسير غير الشيعة أولي الأمر فسرتها بالحاكم أمير المؤمنين كان حاكما إذا أنتما متدينين لماذا خالفتما كتاب الله سبحانه وتعالى لماذا عصيتما أمر أمير المؤمنين والله سبحانه وتعالى يأمر بطاعته الله يقول أوفوا بالعهد لماذا نقضتما البيعة نكثتما البيعة الله سبحانه وتعالى أمر بقتالكما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إذا أنت صادق أنك مؤمن فالمفروض أنه تعمل بكتاب الله تتوب إلى الله من بغيك وإذا أنت لست بصادقا في ادعاء الإيمان وأنت تصر على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فادعاءك الأخوة في الإيمان ادعاء كذب الأمر لا يخلو من أمرين إما أنت صادق في ادعاء الأخوة في الدين أو كاذب اذا انت صادق لازم تطيع الله سبحانه وتعالى فيما امره واذا انت لم تطع الله سبحانه وتعالى في امره فيما امره فانت كاذب في ادعائك الايمان واما هذه الحجه الثانيه قولكما انكما اخوايا في الدين فان كنتما صادقين يعني كنتما مغفلين حقا الآن أذكركما فقد فارقتما كتاب الله عز وجل وعصيتما أمره، لأن الله أمر بطاعة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بالوفاء بالعهد وعصيتما أمره بأفعالكما في أخيكما في الدين، وإلا لا أنتما تعلمان ان ما تقومان به خطأ معصية، إذا تعلمان بذلك فلا أخوة في الدين بين المؤمن وبين الذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد كذبتما وافتريتما بادعائكما أنكما أخوايا في الدين. فالحجة الأولى والثانية أنهما أخواه في النسب. وأنهما أخواه في الدين أمير المؤمنين دحضها النسب لا أنكره لكن هذا ما يأتي لكم بحقوق بحيث أنه أميزكما على سائر المسلمين وأن أغض الطرف عن مخالفتكما أما الأخوة في الدين إذا أنتما مغفلين فأذكركم بأنكما قد خالفتم خالفتما أمر الله سبحانه وتعالى وإذا أنت مو مغفل لا معاند فماكو أخوة في الدين ادعاء الأخوة في الدين هي كذب وأما سائر الحجج التي احتجوا بها ودحض أمير المؤمنين لتلك الحجج فإن شاء الله في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين